البلد كلها من هالسيرة غير اللي حصل لأبويا، وبيقولوا ان هشام ساب البلد بسبب أمي. لا يا ولدي ما تقولش كده. أبويا ما هدش، أبويا ما هيفوتش بيته وعياله، ده كتروحوا فيني. شكتلي يا نصرة، ردي على عيالك. وهتقول لك ايه بعد ما كانت السبب في اللي حصل لابوي؟ وبعدين معاك يا عالية. انا قلت لك ياما العمده ما هيسيبش ابوي، قلت لك ان العمده هيقتله، قلت لك ياما ما تخلوش يشهد ضده في النيابه، لكن انت ياما ما سمعتيش كلامي. كرهك للعمده خلاكي ما شايفاش قدامك، والنتيجه ايه ياما؟ انت يتمنى ياما، انت يتمنى. ارتحتي دلوك ياما؟ انت سرك ياما، انت سرك. انت يداك يا عالية، حرام عليكي. دمي بزيادك، انت تقولي لامي برضه بزيادك. بزيادك يقوم يلا اطلع لفوق، اطلع 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 بزيادك. انا عشمان في ربنا اننا نلقوه، والغايب حجته معاه. صلي على النبي مال، صلي على النبي يا بنتي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا النبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا النبي. الحمد لله يا بنتي. يا الله كفايه اللي انت عامله في روحك ده، اديلك اسبوع على الحال ده من ساعه اللي حصل. ما قدرهاش، تعبت ما قدرهاش. هجيبك منين يا يوسف؟ هجيبك منين يا اخوه؟ هجيبك منين؟ حقك علي، حقك علي. لو كنت غلطت في حقك انا محقوقه لك، بس عاود يا يوسف عاود، ما قدرهاش. خلاص ما قدرهاش، تدرد عليا يوم ما تعاود لك ما داس في رجليك، بس عاود لعيالك يا ود عمي، عاود لعيالك. انت كده هيجرالك حاجه، خافي على روحك يا بنتي، عيالك مالهمش غيرك دلوقتي. اه يا ابوي، اه يا ابوي، رحمتك بي يا رب، رحمتك بي يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. السلام عليكم يا ام حسن، ما عاوزاش ترد السلام بتاع ربنا؟ عموما انا عازرك يا ام حسن. الدياب ضيف عندك، كتر خير وان جاي يسأل عليكي. ازيك يا حسن، وازاي اخواتك البنات رشيدة وعالية؟ اللي خاصك انت باخواته البنات؟ تسأل عليهم بتاع ايه انت؟ تسأل بتاع ايه؟ مالكم البنات؟ شيف سرتهم على لسانك ليه؟ مالكم البنات انت؟ مالكم مالهم؟ لا اله الا الله. عموما انا جيت اعمل الواجب، واقول لك ربنا يصبرك على ما بلاكي. لو محتاجين اي حاجة انا رقبتي سدادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شد حيلك يا نصرة، الله يكون في عونك. ودياب كان جاي يعمل ايه؟ يقتل القتيل ويمشي في جنازته. لا يوسف ما تقتلش. وليه انت؟ انا قصدي اقول يعني. قول 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 وما تتكسفش، قول اللي كل اهل البلد بيقولوه، يوسف هج من عمايلها وطفش. انا مقصودش يا نصرة، الله اعلم. انا كنت جاي يعني اقول لك، يعني لو عايزه حاجه اكيد ولا كده، اني رجعت سدادي. تسلم لي يا اخوي، انا كل اللي بستمناه من ربنا انك تطمن عليه، حتى لو خلاص ما عوزنيش ما هزعلش، بس اطمن عليه، اعرف فين اراضيه يا ربي، راح فين يا ربي. انا قلبي حاسس انه لسه عايش. ايوه
وإن شاء الله هيرجع في يوم من الأيام. تتجنيت يا دياب، رايح لنصرة تسأل عليها يا وعيالها؟ أنا عملت اللي كان لازم تعمله أنت يا بوي، بعد ما اتهمتني إني قتلت جوزها في المركز، ودايرة تقول كده في البلد كله، عايزني بعد كده أروح أسأل عليها؟ عشان الناس يعرفوا إن مليك الصالح باللي حصل لجوزها ويقولوا إنك مظلوم، ده اللي خلاني رحت لها يا بوي. آه قلت لي، لا فيك الخير يا دياب، ودي الوقت بتقوم بالواجب بدل أبوك. العفو يا بوي. تكونش رحت لها عشان بنتها الكبيرة عالية؟ إيه؟ عالية. ما تعرفها وعارف اسمها كمان. هي حلوة فعنيك. قلت توصل حبال الود معاها ومع أمها. عشان كده مسكت يدي عشان ما أضربهاش وبتنبش في أرض الجنينة. كلام إيه ده يا بوي؟ عالية دي بنت صغيرة و... أوعاك تكون فاكر إن أنا ما أعرفش حاجة عن اللي بتعمل. وداد الغزية اللي بتبعتها مرسال لكل واحدة عجباك في البلد. اسمع يا ولدي، أنا ما نقص وجع راس. لو عايز تتصرمح يا ولدي اتصرمح، بس بعيد عن البلد وبناتها. اسمع كلام يا دياب، خلي اليمين دول يا ولدي يعدوا على خير. هملت لو رحت فين يا يوسف، هن عليك صح ولا قتلك الظالم؟ فينك يا ود عمي؟ أجيبك منين يا غالي؟ وآخرتها يا نصرة؟ آخرتها إيه بعمايلك دي؟ إحنا مش كد العمدة، عاملة رزق برزقها ليه؟ بتقطعيه ليه؟ ما قدرهاش تنسي، تنسي اللي حصل لأبوك على يد صفوان أبو هارون، تعارك مع الصفوانية ما قدرهاش تنسيه ومش هتنسيه. إيش أم الحيل؟ عامل إيه؟ عامل فيك ايه؟ اهلش فوتك البيت؟ كاتم الشهادة يا ابوي، كاتم الشهادة يا ود عمي. على ابوكم. وانت تأكدت انه انقتل يما؟ لا ما تأكدتش، بس لو كان مات يبقى لازم نلبس عليه اسود العمر كله، ولو كان طفش حج منينا كراهة يعني يبقى لازم نلبس اسود على نفسي. ان شاء الله ابويا يطلع حي ويعود. حقك علي يا حسن، حقكم علي انا محقوقة لكم. محقوقة لنا في ايه يما؟ عشان انا السبب، بس هو عايش بس هو ميت، انا السبب دلوقتي بس اللي عرفتيها وقلتيها يا امه.